أخيرا فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، أقوى بطولات الأندية على وجه الكرة الأرضية. صدق أو لا تصدق، ديجو أرماندو مارادونا لم يتذوق هذه البطولة، أما الفرعون المصري أبو صلاح لقد حققه اليوم. أصبح اليوم محمد صلاح بطلا لقارة العجوز في موسم استثنائي لليفربول بعد أن فاز اليوم على توتنهام. بدأت المباراة ملتهبة منذ اللحظة الأولى عندما احتسب الحكم ضربة جزاء لليفربول وتقدم إليها محمد صلاح ليضعها في المرمى ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه كثاني عربي يسجل في نهائي دوري الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر. مع بداية الشوط الثاني ضيع توتنهام العديد من الفرص، ولكن في دقيقة 87 استطاع ديفوك أن يطلق رصاصة الرحمة مسجلا الهدف الثاني لليفربول، ليتوج ليفربول بهذه البطولة بعد 14 عام. نشترك في القناة.